معاشر المسلمين، على حين فترةٍ من الرُّسُل هبَّت النسائم النديَّة للرسالة الإسلامية بتشريعاتها السنيَّة الربانيَّة، فاعتنقتها فِطَرُ أُمَم الأرض السويَّة دون تأبٍّ أو التياث طويَّة، إلى أن خلفت خلوف انبجست عنهم قضيةٌ وأيُّ قضيَّة، طاشت لها النُّهى وطارت، وأفلت شُهُبُ الدُّجى وغارت، وفي عصرنا الراهن لاقت رواجها ومجَّت ملحها وأُجاجها، فألهبت من غيرة المسلم ضرامها، لأنها قضيةٌ تتعلق بالمحبة الخالصة ذات الظلال الوارفة، تلكم يا رعاكم الله هي قضيةُ حُسن الأدب، لا سيما مع الذات الإلهية العلية والتأدُّب الشريف العفيف مع الجناب المحمدي، مع الجناب النبوي المحمدي المُصطفوي المُنيف، سليل أكرم نبعة وقريع أشرف بقعة. واعلم بأن بلوغ الأرب في الدين والعلم وحسن الأدب، ولئن كان هذا العصر هو العصر الذي بلغت فيه البشرية ذرى الرقي الفكري والحضاري والثقافي والمادي والتقاني، فإنه أيضاً هو أشد العصور حاجةً وعوزاً إلى الرواء الروحي المُزكَّى بالفضائل الأدبية والمكارم الأخلاقية التي نرشُف منها حلاوة اليقين وبرد الاطمئنان، لننتشل البشرية المُعنَّاة من مباوئ الضلال وأعاصير الفساد والانحلال. معاشر المؤمنين، وإن أسمى درجات الأدب الأدب مع الذات العلية، تلكم الإشراقات السمية من أسلوب الخطاب ومناجات الأنبياء الكرام عليهم الصلاة وأزكى السلام، فبها تدرك أرواحنا مثوبة المنان، فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يؤصل الأدب في القلوب والحنايا ويقيم بواهره في الأفئدة والطوايع، فيقول الله عنه: وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لرب العالمين، حفظا للأدب مع الله سبحانه. ونبي الله أيوب عليه السلام يناجي ربه مناجاة بل جاء سامقة غدت كالتاج في مفرق، فقال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فأشار بمسني ولم يصرح بأصابني، ولم يسأل ربه الشفاء مباشرة، ولم ينسب الشر إليه سبحانه، بل نسب الشر إلى الشيطان، فأفصح عن روح زكية وهمة علية ونفس بالمكرمات رضية، حين قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وأما الصورة المشرقة والصفحة المتألقة المتمثلة في كليم الرحمن موسى عليه السلام، فتلكم أنوار في الظلم ومجد مرتسم، حيث قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الإمام الطبري رحمه الله: وذكر أن نبي الله موسى عليه السلام قال هذا القول وهو بجهد جهيد، وما معه درهم ولا دينار، وإنما عنا به شبعة من طعام، وهو العزيز، فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان. وها هو كلمة الله عيسى عليه السلام يرفع راية الأدب الأنيق والخلق السام الرقيق في قوله لرب العالمين: إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل لم أقل. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب مع الله مبناه ومعناه. وإن تعجب من هذا الأدب المليح فلترخي العنان لشأو معجب رجيح كبدر التمام،
وعلى طرف الثمام يأسر لب السامع، لأنه السحر الحلال من كلام سيد المرسلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يناجي ربه قائلا: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث الإسراء والمعراج المعروف عندما فرضت الصلاة: فلما أخبر موسى بذلك قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف لأمتك، فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت منه، ولكن أرضى وأسلم. الله أكبر! ما أروع هذا الأدب النوراني الحصيف المضمخ بالخلق النبوي الشريف وجوهره من الحياء المنيف. الناس بحر دون بحرك مالح، والعذب أنت أيستوي البحران، وعلوت من رتب الكمال أجلها، وسموت عن درك الثنى بلساني. إنها النفوس التي جبلت على الأدب الدفوق والقول الرقيق الشفوق، أدب يبلغ من الأمجاد قاصيتها ومن المحامد ناصيتها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا، ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا. عباد الله، الأدب مع الله يستوجب تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة له سبحانه، والمسارعة إلى مرضاته، وتمام الخضوع له، وحسن التوكل عليه، والحياء منه، والوقوف عند حدوده، والتأمل في آياته الكونية ومخلوقاته، وبديع خلقه ومصنوعاته. تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل تشير بإثبات الصفات لربها، فصامتها يهدي ومن هو قائل. أيها المؤمنون، وإن من تمام الأدب مع الله سبحانه الأدب مع نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال قتادة رحمه الله: كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم، فوعظهم الله ونهاهم عن ذلك. وقال الضحاك رحمهم الله: نهاهم الله أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا، وأمرهم أن يشرفوه ويعظموه ويدعوه إذا دعوه باسم النبوة. فإذا كان الأدب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام عدم رفع الأصوات فوق صوته لأنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وهديه وما جاء به عليه الصلاة والسلام؟ وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باقٍ إلى يوم القيامة لم يُنسَخ، فالتقدُّم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدُّم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما كما قرَّره أهل العلم رحمهم الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق، وألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن. فالتأدب معه واجب، وبعد وفاته وجب التأدب مع سنته وهديه وما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وإن من المؤسف حقا
أن بعض أهل الإسلام لم يقدروا رسولهم عليه الصلاة والسلام حق قدره حتى وهم يتوجهون إليه بالحب والتعظيم، ذلك أنه حب سلبي لا صدى له في واقع الحياة ولا أثر له في السلوك والامتثال. ومن عجب أن أقواماً أفعمت جيوبهم بالنشب ولكن أفرغت جنوبهم دون معالي الرتب وجليل الأرب وروائع الأدب حينها، ويل يومئذ لحسن الأدب من شدة العطب. وفي هذا العصر والأوان استقى أقوام كثيراً من المزال من مشارب أهل الزيغ والضلال، فتكاءدوا قبول الأحاديث النبوية التي يردها بزعمهم الواقع المحسوس أو يمجها هوى عقلهم المنكوس، أو تتعارض والطب الحديث المدروس وتتمانع وكرامة النفوس، لأنها بزعمهم المطموس تجمد تحرر العقل الوقاد وإشراقه وتصفد الفكر المبدع دون انطلاقه. فهل من الأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم الوقوع في ضروب الإشراك بالله وممارسة البدع والمحدثات؟ حقاً وما قدر الله حق قدره، والله المستعان. فلا بد أن تربى الأجيال والأسر والمجتمعات على تعظيم الهدي النبوي قولاً واعتقاداً وعملاً وانقياداً علمياً وخلقياً واجتماعياً، لأنه ملاك الحفاظ على الهوية الإسلامية والحصن المكين دون تسلل ذوي الأفكار الإرهابية أو الانحلالية شطر ديار الإسلام الأبية، وبذلك تعز الأمة وترقى وتبلغ من المجد أسمى مرقى. والله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.